مره ثانيه. حقها الطالبه اللي جابها صفر دي وغيرها كده طالبها حقها فين؟ والله عارف بعد احنا سنه كام بقى؟ انا قعدت في الاول ما حصلش. انا ثالثه سنه. جبت كام في ثانيه؟ انا جبت ايه؟ هطلع ورق. جبت كام في ثانيه؟ هطلع ورق جاب 94. جايب 94 علمي ولا ادب؟ ادب. ادب يعني انا عايز افهم لو انت ادب. انا هقول لك حاجه خليك بس معايا. بس ممكن تسمعني. لا اسمع اسمع اسمع. انت بالادب ده تبقى راجل جينيوس. لما تجيب 94 تبقى راجل جينيوس. يعني انت خدت ستوريز بالانجلش. استناني بقى. بس ممكن اقول لك حاجه. اصبر 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 ممكن اقول لك حاجه. اصبر اصبر اصبر. انا مش مستفاد من يا عم كلمك. اصبر اتكلم. انت جايب ال 94 دي خدت ستوريز. تقدر حاليا وانا بكلم حضرتك تقول لي سامري لاي بورت موجود في الستوري اللي خدتها وانا حافظها كويس؟ عارف ان احنا ما عصمنا نعرف ثواني. ثواني بس. المره اللي فاتت سالنا ولقينا نوبي. انا هرد. احنا ما نسالش. انا مش عارف ولا حاجه. عارف ليه؟ علشان بنخش. امال 94 ازاي؟ بنحفظ بنحفظ بس بنحفظ بس. اوكي اوكي ما بنغش في المدرسه. اوكي بقى خليك معايا. اوكي قول لي اللي انت حافظه. بنغش في المدرسه. قول لي سامري من اللي حافظه. انا مش عايزك فاهم. قول لي سامري. بنغش بنغش احنا. بنغش؟ اه بنغش. انا بشكرك ما بقفش مع الكشاكين. يلا كل سنه وانتم طيبين. منظرنا كلها بتقول لنا غش على الكشاكين. اتفضل يا فندم.